والحمد لله احنا بدأنا هذا الختام يوم 25/8 وخلصناه يوم 20/8، وهذه هي الختمة السادسة لهذا الكتاب. وقد ختمنا هذا الكتاب 4 مرات بالجامع الأزهر الشريف. واخد بالك، بقول الأول مرات اللي احنا ختمناها أولاد. الشيخ مصطفى حضر معانا الختمة الأولى. كان في ستنا شهاب الرمل. وكان معانا بيمدح. هو درويش من صغره يعني. والدنيا حضرتها؟ حضر معايا الختمة الثانية الشيخ مصطفى زغلول. أما الشيخ خيري فأعتبره عميد الطلبة، يعني طلبتي أنا. حضر الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. حضر كل الختمات. الختمة الأولى كانت يوم 28/2/2005. وخلصناها، لا قراءتها كانت يوم 28/2/2005. خلصناها 2006 يوم 22/3. وأتذكر إن اليوم ده كان يوم 2 صح ولا كان الأربع بعد العصر؟ الأربع صح كده؟ وخدنا الطلبة وقلت لهم يا أولاد إحنا هنروح سيدنا الشهاب الرملي، مقام سيدنا الإمام الشهاب الرملي. وهنروح نختم عنده، وكان معانا الشيخ مصطفى زغلول. وكان معانا اخ ابننا برضك حمدي، وكان معانا يعني جوزنا كان علي سعيد اظن معانا كمان. وكل دول بسم الله ما شاء الله الان بقوا علماء. بسم الله ما شاء الله، اللي قاعد بيفتي واللي قاعد بيالف واللي قاعد بيدرس. الحمد لله رب العالمين. وقعدنا وقرانا الجوزه وصلينا، والحمد لله كان ربنا كرمني ان انا كمان اكون امام في المسجد ساعتها. ايوه لصلاه المغرب. وصلينا امام الضريح. وجلسنا لما مدحنا وبجوارنا مقام سيدنا الشهاب الرملي. والشمس ايضا لانهما مدفونين مع بعض. الشيخ مصطفى يعني خبير بالاضرحه. دكتوراه في الاضرحه. لانه بيعتقد في اصحابها، والاعتقاد في اصحابها بركه، خلي بالك يعني. لا يعتقد فيهم الا مبروك. ولا يعني لا يعتقد فيهم الا مخزول. في أولياء الله. الختمة الثانية كانت يوم 22/3 بدايتها يعني 2006. واخد بالك؟ ما احنا لما ختمنا بدأنا. وانتهاءها كان 5/3/2008 وكان يوم 4 برضك. ودي كانت في الجامع الأزهر الختام. الختمة. بارك الله. الشيخ مصطفى حضر معي ختمتين. الشيخ خير 6. فاضل بقى اللي هي السبعه بتاعت الايه، عجائب الدنيا السبعه. الختمه الثالثه كانت يوم 5/3/2008 كان بدايتها. وكان ختامها يوم 8/12/2011. وقد حضر فيها كوكبه من الساده العلماء. كان منهم فضيلة الدكتور يوسف جبر. صح يا مولانا؟ واشرف الكاوي. والدكتور اشرف، ولا كان معانا بعد العشاء كان الدكتور اسامة. والشيخ احمد الهجيب. مش فاكر. انا فاكر كان الشيخ احمد الهجيب، وكان الدكتور اسامة، وكان الدكتور يسري، وكان الشيخ عصام انس. حضروا هذه الخطة. الختمة الرابعة، ودي كانت آخر ختمة بالجامع الأزهر الشريف. بدأت يوم السبت 24/12/2011 برواق الأتراك. وانتهت يا مولانا يوم 21/12/2013 بعد صلاة العشاء بالجامع الأزهر الشريف. حضر فيها الدكتور أحمد ممدوح والدكتور جمال فاروق. ومدحنا وقمنا فيها بالدور. الحمد لله. وبعديها قالوا لنا اطلعوا بره الجامع الازهر. بعد 4 ختمات قالوا لنا تعالوا كده بره، ويعني الحمد لله جزاكم الله خير. انتم مش متخصصين واحنا نجيب المتخصصين. وتقريبا المتخصصين الحمد لله خلصوا معاهم
متن جمع الجوامع شرحوه هناك، وشرحوا كمان تقريبا البيضاوي، وشرحوا الخضراوي، وشرحوا الازرقاوي، حاجات يعني حلوه. على كل حال بيشيلوها. الختمه الخامسه لما عز على قلبي البعد عن غايه المأمول، انا بحب الكتاب صدقا يعني، والكتاب فيه روح جمع الجوامع وروح المحل جواه. عز على قلبي اني انا ما قراتش غايه المأمول القراءه الخامسه، فتلقينا اخونا عمرو يسري بارك الله فيه القائم على مضيفه الشيخ اسماعيل صادق العدوي، وهي مضيفه مباركه لسيدنا الشيخ رضي الله عنه، وكان شيخ الشيخ اسماعيل فحضرت له في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات. فلما عز على قلبي اخبرني عمرو يسري بان القراءه الخامسه عايزها تكون عنده، فقراناه الحمد لله، وبدأنا القراءة الخامسة في يوم الخميس 25/8، لا 25/8 دي كانت 2016، كان الختام. احنا بدأناها كام دي يا شيخ خير؟ شوف لي كده عندك. الخامسة 22/12/2016. لا احنا ختمناها يوم 25/8/2016. بدأناها امتى؟ 14. قعدنا سنتين. طيب قعدنا سنتين في قراءتها، وختمناها 25/8، وكان حاضر معنا حفل الختام صديقنا وحبيبنا فضيلة الدكتور عمرو الورداني، وكانت في المضيفة، ويومها يعني كان في أحد الأحباب الشيخ مصطفى زغلول تقريبا كان بعته لنا، وكان معاه الشعيرات النبوية. والقراءة السادسة كانت في الرواق المحبوب الرواق الجوي، وكانت يوم 25/8/2016 القراءة السادسة 2016. خلصناها يوم 20/8/2017 في كم حلقة يا إسماعيل؟ 69 حلقة. 69 ايه؟ 69 حلقة. فالحمد لله رب العالمين، أشكر الله الذي وفقنا لإتمام وقراءة هذا الكتاب، وهذا ليس والله بمحض فضل من عندي، ولكن ذلك بمحض فضل الله تبارك وتعالى، هو الذي وفق وهو الذي يقيم على الحق. كما لا أنسى مجهودات القائمين على الرواق الجاوي وبما وفروه لنا من وسائل المواصلات، بارك الله فيهم، على رأسهم الأخ محمد نصروش والشيخ خيري، وكلاهما ممن قرأ علي، فأشكر الله سبحانه وتعالى على وفائهم لمشايخهم وعلى وفائهم للطلبة. ولا ننسى أيضا القائمين على الرواق الجاوي من يعني دولة ماليزيا المحببة إلى يعني قلوبنا، لأنها أيضا مما جعلها الله سببا لتيسير هذه القراءة، وأشكر كل القائمين على هذا التيسير الكبير. وهنأخذ كلمة من الشيخ مصطفى عبد النبي، ثم كلمة من الشيخ مصطفى زغلول، ثم كلمة من الشيخ خيري النظام، وهو أيضا صاحب عرس كبير، وأيضا فضيلة الشيخ خيري لا ننسى أنه اليوم قد ختم كتاب الورقات، فجزاه الله خيرا لأنه محب للطلبة وحريص على نفعهم وحريص على تعليمهم. والله سبحانه وتعالى أسأل وبنبيه أتوسل أن يبارك فيه، وأن يجعل عمله مشكورا، وأن يجعل سعيه دائما متواصلا لنفع طلبة العلم، وأن يجعله قائما بالحق، وأن يبارك فيه. فهو من الطلبة الذين عرفت منهم الصدق والإخلاص والثبات والصبر والتواضع وحب العلم.
ولا يتكبر على أي درس كان، ويتعلم من أقرانه ومن تلامذته أيضا وممن كانوا بعده في العلم، لأن العلم لا يعرف يعني سنا ولا يعرف صغرا ولا يعرف كبرا، إنما يعرف معلومة تصل تخرج بصدق وتصل بصدق. طيب ايه؟ وطبعا الاستاذ زكوان هنبدا به بكلمه مسؤول السفاره الماليزيه، ونحن شكرنا السفاره الماليزيه لانها وفرت لنا وسائل القراءه ووسائل الحضور، ودائما وابدا عرفنا منها يعني خدمه طلبه العلم وخدمه يعني اهل العلم. جزى الله القائمين على السفاره خيرا، وبارك الله في سعيهم وغفر ذنبهم وجزاهم الله خيرا، وندعو لهم دائما بالتوفيق وبأن يجعل الله مجهوداتهم في ميزان حسناتهم، وأن يجعل ذلك شفيعا لهم يوم القيامة، وأن يصيبهم من دعوة الصالحين، وأن يبارك في أعمالهم وأعمال أبنائهم وأعمال أسرهم، وأن يجعل دائما ماليزيا ودولة ماليزيا خادمة للإسلام، راعية للمسلمين، راعية لطلبة العلم، وأن يرفع شأنها دائما. وأما مصر فهي أخت ماليزيا وماليزيا أخت مصر إن شاء الله. فأخونا الأخ زكوان يتقدم مشكور بإلقاء كلمة بسيطة لطلبة العلم في هذا الختم والختام. طيب الشيخ خير هيتكلم ومعه ولده نايم، بس هو من مكانك يا شيخ خير. من مكاننا لسه قدامنا لغايه الساعه 12 والشركه مالها يمتعنا ان شاء الله. امشي كده يا مولانا فين ال خلي دي بتاعتها دي بتاعتها. يلا يا شيخ خير الكلب عشان اعرف اكل الشوكولاته، ولا انت عايز تتكلم وما تاكلش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا النبي ورسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد، في هذه في هذا المجلس الختامي لقراءة كتاب غاية المأمول شرح ورقات الأصول، نشكر شيخنا الشيخ سيد بن شلتوت حفظه الله سبحانه وتعالى الذي لم يعرف التعب ولم يعرف النصب في تعليم الطلبة الزاهرة لا سيما من الوافدين، فنشكره شكرا ولا نعرف كلمة ولا نعرف فعلا لجزاء ما فعل لحسن ما فعل، ونسأل الله عز وجل أن يباركه دائما ويرزقه رزقا طيبا حسنا ويطيل عمره إن شاء الله لنفعة العلم والمسلمين، والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أيضا أن أشكر أستاذ زكوان كمسؤول في السفارة ماليزيا الذي دائما شجعنا على هذا البرنامج وهو نشر العلم ومجالس علمية لدى الطلبة، وأشكر السفارة التي لا تعرف الجهد في مساعدتنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. وكذلك الطلبة الذين حضروا من دولة ماليزيا وإندونيسيا وفطاني من جنوب أفريقيا، والحمد لله وكذلك موسى من بشع وبقية بلدان المسلمين، والحمد لله رب العالمين. كنا سعيدا وما زلنا سعداء بمقابلتكم وبلقيكم في هذه الروضة الطيبة في طلب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يكون هذه البقعة شهيدا لنا يوم لا يرفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رد الشيخ مصطفى والشيخ مصطفى. يمكن دي صغيرة كده يعني فيها حب واحتفال، قول يا شيخ مصطفى. ابدأ بالشيخ مصطفى والشيخ مصطفى.
ادي الشيخ مصطفى وانت بقى الامور بقى الكاسه بعد كده بتاعتك انت. عندي ضيوف كرام وعزاز على قلوبنا. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ما بعد فلا مجال للكلام في ملوك مشاهدين الكاتب معزاز الشيخ سيد الشيخ. اشكرك يا فندم. جزاه الله خيرا على هذه الدعوه المباركه. ان يروى احقيرا يفدي لحضور هذا المجلس. جزاه الله عنا وعن طلبه العلم خيرا. الذي اريد ان القيه على المسامع ويكون سريعا. قول الامام الشافعي رضي الله تبارك وتعالى عنه: من تعلم علما فليدقق فيه. من تعلم علما فليدقق فيه فاني اخاف ان يضيع دقيق العلم. وهذا هو الذي تعلمناه من شيخنا فضيلة الشيخ سيد شلتوت، فإنه إذا تصدر لإقراء كتاب دقق فيه دقيقا دائما حتى يستوفيه إلى آخر ما يريده مؤلفه، بل قد يزيد على ما يريده المؤلف، ويأتي بتدقيقات قد تغلب على ما يعني ما يعجز عنه ذوي العقول الأكابر. فجزاه الله عنا خيرا وعن الإسلام والمسلمين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من بركات الإمام شهاب الدين الرملي وولده شمس الدين الرملي شارق المنهاج، أنه قد تم نقل جثمانهما في صيف 2011 السابق. أجريت توسيعات في المسجد، فأراد القائمون على المسجد أن يخرج القبر الشريف خارج المسجد للتوسعه. فلما فتحوا قبور الإمامين وجدوا الإمامين بحالهما، لم تأكل الأرض أجسامهما، بل وأكثر من ذلك وجدنا أن حرارة أبدانهما كما هي، كأنهما أحياء تماما. فالأرض كما لا تأكل أجساد الأنبياء لا تأكل أجساد الشهداء ولا تأكل أجساد العلماء، وهذا مما رأيناه بأعيننا. فقراءة هذه الكتب نوع من التتلمذ على هؤلاء ووسط بيننا وبين هؤلاء. فأي مدد وأي بركة أن تتصل وأن يتصل إسنادك بهؤلاء الأكابر المتصلون بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم مكفول لكم بشرط الحضور على الأشياخ. كل علم مهما صعب ومهما دق ومهما غمض يسهل بشرط واحد، أن تدعو الله وأن تخلص. والشرط الثاني بشرطين: الشرط الأول الدعاء والإخلاص، الشرط الثاني أن تحضر على الشيخ. قديما لما كنت أتعلم علم القراءات وكان علما صعبا علي جدا وبذلت فيه جهدا كبيرا ولم أتقنه لأني كنت أتعلمه بمفرده، فلما يسر الله عز وجل وذهبت لأحد الأشياخ وقرأت عليه الختمة، الشيخ لم ينطق معي بكلمة، الشيخ لم يقل افعل ولا تفعل، لكن بمجرد أن جلست على الشيخ وأقرأ على الشيخ أقرأ سليما. فلما انتهيت من الختمة من قراءة القرآن عليه بالقراءات صرت أتقن ما أكون يعني من بعد القراءة على الشيخ. وكذا كل علم ما حفظته على شيخ إلا فتح لي بعده. فلا تغفلوا مجالس العلماء ولا تنقطعوا عن مجالس العلماء، ففيها الوصل والخير والبركة والفتح إن شاء الله تبارك وتعالى. وأعيد الشكر لشيخنا فضيلة الشيخ سيد، فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وجزاكم الله خيرا على حسن السماعي، والحمد لله رب العالمين. نشكر الشيخ مصطفى عبد النبي وهو لمكان المكين من القلب، ونحن نحبه في الله ونستشعر الصدق في كلماته والصدق في توجهاته، وأحببناه يعني حبا جما حتى نكاد يعني إيه إذا لم نره يعني فقدناه. فجزاه الله خيرا. ومع يعني كلمة الشيخ مصطفى زغلول، الشيخ مصطفى زغلول هذا ابن من أبنائي، وسبحان الله رافقني لما كان طالبا ورافقني لما يعني صار الآن يعمل معي بجواري، وأراه ليل نهار، يأتي صباحا لابد أن يجلس معي، وقبل أن يمشي وأذهب إلى بيته لابد أن يجلس معي. وسبحان الله يعني أشعر أنه ابن من أبنائي في النسب صدقا، وهو يعرف ذلك.
فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلبه وأن يجمع حاله إلى خير حال، وأن يجزيهم الإخوة الشجمان والحضور الكرام الذين أكرمونا في هذا اليوم بالحضور وشرفونا بالوصول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير. تفضل يا شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأشرفان على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، فأولا بادئ ذي بدء تقدم بخلص الشكر مولانا وشيخنا سيدنا الشيخ سيد شطوط رضي الله تعالى عنه وارضاه وحفظه ورعاه وأمد لنا في عمره ونفع الإسلام والمسلمين بعلمه في شتى بقاع الأرض. وتقدم خالص الشكر إلى هذه السفارة الماليزية وإلى هذا البيت العامل الذي جعله الله سبحانه وتعالى منطلقا لعلوم ساداتنا أهل العلم أهل الله أهل الأزهر الشريف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. خص بالذكر شيخنا وأخونا الفاضل خان الشيخ خير رضي الله عنه وأرضاه الذي تعلمنا منه الهمة في طلب العلم. كنا منذ زمن بعيد نقرأ على سيدنا الشيخ سيد شكتوت حاشية قلوب وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين، فكان الشيخ خير من اجتهاده والأمر العجيب وجدنا أنه صور على القليوبي نسخة كبيرة يعني ينأى الرجل الكبير الفتي أن يحملها، فقلنا يا سبحان الله والله لو كلفوني أن أحملها خضراء نسخة خضراء يعني كان هو لونها باللون الأخضر نعم القبة الخضراء قبة الخضراء نعم. ونحن نأتي بالنسخة الصغيرة بتاع الشيخ عيسى الحلبي ونقرأ على اسم الشيخ سيد والعبارة ممكن تكون غامضة علينا، نفتح كتاب الشيخ خيري نجد العبارة مكبرة ما شاء الله وخدها وراح كبرها بحيث الحرف يكون ظاهرا يعني، فكان هو المرجع لنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني. وهذا يدل يعني ربنا قال في القرآن ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العلم في حد ذاته والكتاب في حد ذاته عبارة عن شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا العلم بالنسبة لطالب العلم شعيرة، الكتاب له شعيرة، وكذا أيضا السبحة للذاكر شعيرة. السبحة لذاكر الله سبحانه وتعالى والتوريد شعيرة، فمن حيث إنها وسيلة لذكر الله سبحانه وتعالى يستحب أن تكون كبيرة تدل على شرف المذكور شرف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المصلى عليه دائما وأبدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اختلاط العلم بالذكر، ولا بد لطالب العلم أن يكون له ذكر. وقديما قال العلماء رضي الله عنهم وارضاهم من ليس له ورد فهو جرد، يعني الذي ليس له ورد من القرآن ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن إقباله على الله سبحانه وتعالى يعتبر قردا، يعني لا فائدة منه بحال من الأحوال، يكون علمه علما أجوف والعياذ بالله، أجوف يعني لا فائدة منه، فقيها وصوفيا فقل ليس واحدا فإني وحق الله إياك أنصحه. فهذا قاسم لم يذق قلبه تقى، وهذا جاهل فكيف ذو الجهل يفلح، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. من تفوق من تفقه ولم يتصرف فقد تفسق، ومن تصرف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن جمع بينهما فقد تحقق. سيدنا أهل سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأرضاه وجميع الأقطاب رضي الله عنهم وأرضاهم قبل أن يسلكوا طريق أهل الله سلكوا الأول طريق أهل العلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
فلما أن وصلوا إلى غاية العلم رضي الله عنهم وارضاهم عرفوا أنه هو الوسيلة لغاية أعلى وهي معرفة الله سبحانه وتعالى، فلم يشتغلوا بعد ذلك بالغاية الوسيلة عن غاية، بل اصطحبوا الوسيلة إلى الغاية، فكانت الوسيلة دائما معهم وهي العلم. فلأجل ذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم علماء على جهة الحقيقة، وقبل ذلك كانوا علماء بجهة الشريعة. فقد كان سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله عنه يقول في قصيدته: تعلمت العلم حتى صرت قطبا، تعلم العلم حتى صرت قطبا. أي علم يصير الإنسان قطبا؟ إنه علم الغايات، يعني العلم بالله سبحانه وتعالى. يقول سيدنا الشيخ عبد القادر: عندما أتاه الشيطان يا لعين، عندما أتاه الشيطان وقال له: إني ربك يا عبد القادر، قال له: لبيك ربي، قال له: إنا قربناك، فقال: فذبت كما يذب الملح في الماء، قال: وأحللنا لك الحرام، قال له: اخسأ يا لعين، قال له: اخسأ يا لعين. فرد عليه الشيطان: علمك نجاك يا عبد القادر، إنه ليس العلم بالأوراق فقط، بل العلم بالأوراق والعلم بالأذواق، العلم بالله سبحانه وتعالى. العلم بالله يمنع الشيطان أن يتدخل إلى الإنسان بحال من الأحوال، لأنه معتصم بالله سبحانه وتعالى. تعلمت العلم حتى صرت قطبا، سيدنا الشيخ عبد القادر يقول هذا الكلام. وحتى عندما ذكر صفات الشيخ المربي الذي يربي الإنسان في الطريق إلى الله، ماذا قال؟ قال: لا ينبغي للمتصدر أن يتصدر في إرشاد الناس في طريق الله إلا إذا توفرت فيه 12 خصلة. قال: خصلتان من الله، أن يكون ستارا غفارا، وخصلتان من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون شفيقا رفيقا، وخصلتان من سيدنا أبي بكر، أن يكون صادقا متصدقا، وخصلتان من سيدنا عمر، أن يكون أمارا نهاءا، وخصلتان من سيدنا عثمان، أن يكون مطعما للطعام مصليا لله بالليل والناس نيام، وخصلتان من سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، أن يكون شجاعا عالما، يكون شجاعا عالما. فما ينفعش أبدا أحد يتصدر لتعليم الناس وإرشاد الناس في طريق الله إلا إذا كان متوفر عنده شرطين: شرط العلم. كان سيدنا الشيخ عبد القادر يفتي على المذهبين، المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، وكان في بدء أمره شافعي المذهب، زين الحمد لله رب العالمين، كان شافعي المذهب. وفي هذا الوقت كان في بغداد، كاد المذهب الحنبلي أن يندثر، كاد المذهب الحنبلي أن يندثر. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له: يا عبد القادر، قم فانصر مذهب أحمد، قم فانصر مذهب أحمد. فدخل الشيخ عبد القادر وحفظ مختصر الخرقي في فقه الحنابلة، ودخل معه من دراويشه 4000 رجل، 4000 كلهم الخرقي اللي شرحوا ابن قدامة في المغني، الذي شرحه ابن قدامة في المغني، وابن قدامة في الحقيقة تلميذ لسيدنا عبد القادر رضي الله عنه وارضاه، لأنه دخل ابن قدامة بغداد وكان في أواخر عمر سيدنا عبد القادر، فجلس على يديه 40 يوما. فكان ابن قدامة يقول: إنها أبرك 40 يوما في حياته، أبرك 40 يوم في حياته اللي جلس فيها تحت قدم سيدنا الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه وارضاه. فحفظ سيدنا عبد القادر مختصر الخرقي رضي الله عنه وارضاه، ودخل معه من درويشه 4000 شخص، فدخلوا المذهب الحنبلي، وقيدهم الله سبحانه وتعالى في نصرة مذهب سيدنا الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وارضاه. فكان يفتي على المذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد، فسألوه: لما لا تفتي بمذهب الإمام مالك؟ ما هو الجهل بالنزل المرتضى مصاب برضه. قال لهم:
إكراما لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في المدينة. وماذا سيدنا مالك فين ومقامه فين؟ في مدينة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إكراما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يفتي بماذا بإيه؟ مالك. وليس هذا لجهل منه والعياذ بالله بماذا بسيدنا مالك، فالجهل عندهم قال إيه؟ غاب، ما فيش خالص الكلام ده عندهم نهائيا ذهب. ولكن إكراما لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفتي بماذا سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه، إنما كان يفتي على المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي. وكانت الفتاوى تأتي إلى الشيخ عبد القادر في بغداد فيفتي عليها الشيخ عبد القادر رضي الله عنه وارضاه، ويتعجب العلماء من حسن فتواه، حتى أنه أتاه رجل وقال له يعني إني قلت إن امرأتي طالق مني إذ لم أعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لا يشاركني فيها أحد وقت التلفظ فيها بها، يعني قال إن امرأتي طالق، ما لم أعبد الله سبحانه وتعالى بعبادة لا يشاركني فيها أحد وقت التلبس فيها. فذهب أول العلماء فلم يجدوا جوابا، فقال الشيخ عبد القادر كده على السدية أن يذهب إلى البيت الحرام ويخلع له المطاف فيطوف سبعا. قال فما بات الرجل في بغداد في ليلته هذه، ثم يذهب إلى البيت الحرام ويخلع له المطاف فيكون قد تلبس بعبادة لم يشارك فيها أحد وقت التلبس بها هو الطاف، لأن هي ذي العبادة الوحيدة. الصلاة أكيد حد يكون يصلي، الزكاة لا يحد بالزكي، الصوم لا يحد بالصوم، ولكن عبادة الطواف عبادة وحيدة. طبعا في زمانه كان ممكن أن يخلى المطاف، لكن في أيامنا هذه لا يخلى المطاف، يخلى إزاي؟ ودي أيضا من إدراكه رضي الله تعالى عنه وأرضاه للواقع. ابن الجوزي كان عالما كبيرا من فقهاء الحنابلة، فسأل عن مين العالم الجليل ممكن ينتفع به، فقالوا له هناك شيخ اسمه الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في بغداد. قالوا ولكنه يا ابن الجوزي هذا يعني يقال انه يتكلم على خواطر الناس، يعني يكون جالسا الانسان في مجلسه ويخطر على قلبه خاطر فيتكلم الشيخ عبد القادر بهذا الامر وهو عالم جليل. قال والله لاجمعن له في صدره 100 مساله من اعجب المسائل، واذهب الى مجلسه وانظر ماذا يقول. فجمع ابن الجوزي له 100 سؤال في صدره، فذهب فما أنجل سيدنا الشيخ عبد القادر وقام لدرسه، فقال المسألة الأولى كذا وجوابها كذا، والمسألة الثانية كذا وجوابها كذا، والمسألة الثالثة كذا وجوابها كذا، إلى مئة سؤال بمئة إجابة. فمن الذي أعلم الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ من الذي أعلمه ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. هناك فرق ما بين العلم في الظاهر وما بين علم أهل الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. علم أهل الظاهر الذي يتعلم به الإنسان ما تصح به عبادته ومعاملة الناس، ولكن هناك أناس عندهم شفافية في معاملتهم مع الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه سائرا مع سيدنا الإمام الشافعي، فالتقي برجل راعي اسمه شيبان الراعي، فقال الإمام أحمد لسيدنا الشافعي رضي الله عنه وارضاه يا إمام أريد أن أسأل هذا المشار إليه في علم الحقائق والقلوب، هل عنده علم الشرائع؟ عندنا إنه ما اتخذ الله من ولي جاهل، وهذا الرجل يرعى الأغنام والناس يأتون إليه يتبركون به، ننظر ما حاله. فقال له الإمام الشافعي لا تفعل يا أحمد، لأن الشافعي كان على علم به. قال له يعني اسمح لي يا إمام. قال له اذهب يا أحمد. فذهب سيدنا أحمد بن حنبل إليه وقال له أيها الراعي ما حال الرجل إذا سهى في صلاته؟ قال له في مذهبنا أو مذهبكم
قال هما مذهبان؟ قاله نعم. أما في مذهبكم فإنه يذكر سنتي السبع، وأما في مذهبنا فهذا قلب غافل عن الله يجب أن يؤدب. انظروا إلى الفهم، انظروا إلى أصل المعاملة مع الله، هذا قلب غافل عن الله يجب أن يؤدب. فصعق الإمام أحمد بن حنبل عليه ثم فاق، فقال له يا شيبان غنمك هذه التي ترعاها ما نصاب الزكاة فيها؟ قال في مذهبنا أو مذهبكم؟ قال هما مذهبان. قال نعم، في مذهبكم في كل 40 شاة شاة، وأما في مذهبنا فالعبد وما ملكت يداه لسيده. العبد لا يملك مع سيده شيئا، دول أهل الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فنحن مطالبون كطلبة علم أن نتعلم هذه العلوم، وأن نرتقي أيضا إلى علم القلوب، إلى علم أهل الله رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهذا لا يكون للإنسان أبدا إلا بعد مجاهدة، وإلا بعد أن يتعلم هذه العلوم. وأصل العلوم هو القرآن العظيم، أصل العلوم هو القرآن العظيم. وكان قديما سيدنا الشيخ طنطاوي الله يرحمه، الشيخ الأزهر يقول: من لم يحفظ القرآن فليس بأزلي. من لم يحفظ القرآن فليس بأزلي، يعني اجتهدوا، اجتهدوا في حفظ القرآن العظيم، اجتهدوا في علوم الآلة، اجتهدوا في علوم الأصول، اجتهدوا في علوم المقاصد، اجتهدوا في حفظ حواسكم من الشيطان ومن النفس ومن الدنيا ومن الهوى. والله سبحانه وتعالى يبارك لنا ولكم وينفعنا وإياكم والمسلمين بهذه الأنفاس الطاهرة، بهذه الأنفاس الطيبة، بهذه المجالس الطيبة، مجالس الخير، مجالس النور، مجالس البركة. وأنا آسف للإطالة، صلى الله على سيدنا مولانا محمد نبي الأمة الطيبة وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. نستمعكم العظيم إن شاء الله رب العالمين، ونستأذنكم في بعض الأناشيد من أخينا الفاضل السيد جمال أنور المعيني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نروح القلوب ساعة بعد ساعة. كان صلى الله عليه وسلم يحب الصوت الحسن، كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الشعر، ويحب سيدنا حسين بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، ويقول: قل وروح القدس تؤيدك، قل وروح القدس تؤيدك، قل يا سيدي جمال وروح القدس تؤيدك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
Yeah.
القرآن آثر
بطلعتكم يا
فاطمة الزهراء بطلعتكم لطلعتكم تعالوا الوجوه لطلعتكم تعالوا الوجوه وما شك في الإسفار من حقق الفجر يا آل بيت النبي السيد يذكر على شفتي خير الناس
وعلى آله. حيث جبريل في السماوات مجد، حيث جبريل في السماوات مجد، يزف البشرى بمولد أحمد، وتوالت بشرى الهواتف بالصلاة على رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أهلا وسهلا بالنبي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنا أعرف جمال من سنوات السنوات
من أوائل 2000 وحاجة. 2000. أيوة. ولم أعلم أنه بهذه يعني المهارة العالية في المديع، وهذه يعني النفحات في المديع بصدق يعني أمتعني واستمتعت به كثيرا، وكما أمتعني الشيخ مصطفى زغلول بهذه الكلمة الربانية النورانية التي تظهر تجليات أولياء الله الصالحين في تعاملهم مع الخلق والخالق. فنشكر الجميع وجزى الله كل الحضور خيرا، وبارك الله في الشيخ خيري لأنه هو صاحب أيضا ختام الورقات، بارك الله في الشيخ مصطفى زغلول، الشيخ مصطفى عبد النبي، الشيخ جمال، وفي كل الحضور، وجزاكم الله خيرا. وإن شاء الله معدنا بإذن الله تعالى يوم الخميس مع قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين. وجزى الله الجميع خيرا وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله العظيم أن يتقبل من الجميع. شكرا لكم.